وكل يوم بيحصد أرواح من غزة لبنان واليمن كمان وحتى إيران سلم مش من الخيانة قتل الناس في غزة وعليهم هجوم دمروا البيوت ما فيش رجوع أو لزوم إسماعيل هنية كعطاوا لسلام قتلتوا بعد ما دفعنا على الكلام ده مش دفاع دي إبادة جماعية من كل اللي تجاهد الهوية من لبنان لغزة والكل شهيد وبتقول حماية ده صنم جديد سليماني فيران كان مقاوم اختلتوا بالسفة غدرة دايم قائد لبنان الحر عماد مغنية بتقتل غدرا والقصة واضحة ليه اليمن تحت الحصار كل يوم وموت الأطفال عندكم مفهوم الحوثيين صندي وانت شايف بس القتل عندك دايم وسايف ده مش كفاعة دي إبادة جماعية من كل اللي تجاهد الهوية من لبنان لغزة والكل شهيد وبتقول حماية ده صنم جديد انتوا لسه احتوى عن نفسك مشروع بس اللي بتعمل وحدي للممنوع كل قصة انك عايز توسع خرطة كل ما يعترض يوصف بشرارة اليهود تعليم محرم الرجوع إلى قدسهم في الكتب والشراع إلى أوائل اللي عشيناته مش قبل مرجعتهم كانت واضحة ما فيها جدل ده مش دفاع دي إبادة جماعية من كل اللي تجاهد الهوية من لبنان لغزة والكل شهيد وبتقول حماية ده صنم جديد سليماني فيران كان مقاوم اختلتوا بالصفة تاخدها دايم قائد لبنان الحر عماد مغنية تتقتل غدرا والقصة واضحة ليه سليماني فيران كان مقاوم اختلتوا بالصفة تاخدها دايم قائد لبنان الحر عنده غنية تتقتل غدرا والقصة واضحة ليه كان عدوك شديد بس انت مش عايز لحوار وار بريد اختلتوه بحديل وانت قام كل بيتس القتل عند التايم والسايف اليما قتل في سبيل الحق وكل ضحية بيكتب التاريخ بالدم منفضلش ندافع للابد في السكوت ومن الموت منخاف ده عندنا فرصة للنصر والتابوت يلي معاك دخلوا الامانة بعوف دعم الظاهر اسامة حتى القرص اشتريته بالتصديق بس النهاية دايما بالطيب حسن نصر الله كان عدوك شديد بس انت مش عايز لحوار وار بريد اختلتوه بحكيل وانت قام كل بيتس القتل عند التايم والسايف اليما كاتل في سبيل الحق وكل ضحية بيكتب التاريخ بالدم منفضلش ندافع للأبد في السكوت ومن الموت منخاف ده عندنا فرصة للنصر والتابوت يلي معاك دخلوا الأمانة بعوض دعم الظاهر اسامة حتى الكفرس اشتريته بالتصديق بس النهاية دايما بالطيب